لو عرفنا ذلك الجمال الذي لا ينطق به، ذلك النور الذي لا يدنى منه، ندخل في حالة ذهول ولا نعرف أين نحن. مش ممكن. المعرفة التي يقول عنها داود النبي: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. صدقوني إن عمري كله لا يكفي لمعرفة صفة واحدة من صفات الله: نور في جماله العجيب، في مجده العجيب، لا يستطيع العقل أن ينمو منه. كل ما يدنو العقل منه يلاقي دخل في دائرة اللامحدود، يقول مش قادر. يا رب كفانا كفانا، بشريتي الضعيفة مش قادرة تحتمل هذا الجمال كله، مش قادرة تحتمل هذا الحب كله، مش قادرة تحتمل هذه العظمة كلها، مش قادرة تحتمل اللامحدودية، مش قادر.